حي المنشية تم تأسيسه بالسبعينات من القرن التاسع عشر، على أساس أنه مدينة يافا صارت تتوسع وصار في حاجة لبناء مشاريع سكن جديدة خارج الأسوار، خارج البلد القديمة، وصار في مشروع ناجح اللي هو مشروع بناء المنشية. حي كتير كبير لدرجة أنه كان في المنشية تحتها ومنشية فوقها، وصل عدد السكان لحد النكبة 15,000 مواطن، أغلبيته يفوية عربية فلسطينية، كانت الأقلية اليهودية الفلسطينية ساكنة برضه بالحي. كان في مستشفى داخل الحي نفسه له هداسة منشية، كان في جامع حسن بيك اللي هو البقية الوحيدة من الحي نفسه. سنة 1916 تم بناء المسجد على اسم حسن بيك الجابي اللي هو العثماني اللي كان بالفترة العثمانية أواخر الحكم العثماني. تم بناؤه بشكل سريع على أساس أنه الوضع اللي كان بهذيك الفترة مش مستقر، وحسن بيك كان بده يبني الجامع بكل ثمن. جامع كبير ضخم من أكبر جوامع يافا بعد المحمودية كحجم، وللأسف تم تدمير المأذنة تبعته بالنكبة تحت حجة انه هاي المأذنة كان يتم استعمالها للقناص الفلسطيني بالمعارك اللي كانت ما قبل ال 48. فالجيش اليهودي قبل ما يصير شيء اسمه الجيش الإسرائيلي بعد ما احتل المنشية دمر المأذنة وتم السيطرة على الجامع وإغلاقه لعشرات السنوات. بسنوات التسعين صارت كمان مرة احتجاجات يافوية من قبل الحركة الإسلامية وتم إعادة الجامع وبناء مأذنة جديدة وافتتاحه للصلوات من جديد، بس تحت شرط أنه ما يكونش في أذان بشكل واسع، إنما بدون مكبرات للصوت، لأنه حسب الحجة الإسرائيلية فيش هناك تواجد للمجتمع العربي اليافوي المسلم، فهذا الشرط الوحيد. بس طبعا تم افتتاحه منذ عشرات السنوات، واليوم هو البقية الوحيدة من حي المنشية العريق. طبعا كانت في محاولات لطمس هذا المعلم وتحويله لمقر تاني، إن كان مطعم أو نادي أو أي شيء تاني، على أساس إنه ما يدمروش معلم ديني، مش زي الكرة. الكرة كان كتير سهل يدمروه، هنا مدينة، بنحكي عن مدينة، ومدينة يافا كانت من أكبر المدن الفلسطينية. بس مع باقي الحي تم نسف كل البيوت خلال السنوات اللي ما بعد النكبة، وأغلب البيوت اللي بقيت هي بيوت غير قابلة للسكن. مع ذلك أدخلوا اليهود القادمين من شمال أفريقيا ومن بلغاريا وأسكنوهم بالمدن بالبيوت الفلسطينية لحد سنوات الستين. تم جرف كمان مرة باقي البيوت، وتم بناء متنزه زي ما بقولوها على اسم تشارلز كلور اللي هو بريطاني يهودي اللي تبرع بالمشروع هذا اللي هو احنا بنشوفه اليوم كمنتزه، اللي هو تغطية للجريمة اللي كانت بال 48 وبالستينات طبعا. فاليوم في شيء اثر لحي المنشية ما عدا بيت واحد فلسطيني اللي تحول لمتحف للعصابة اليهودية اللي دخلت يافا اللي هي الإتسل، وجامع حسن بيك اللي حكينا كيف كان في محاولة لهدمه كمان، وكمان في عنا محطة القطار جي جي جافا جيروزاليم بالشق الجنوبي من الحي، وباقي الحي تم تدميره وبناء المنتزه، وبالشق الشرقي تم بناء مشاريع سكن أو مشاريع بناء مكاتب مختلفة اللي لليوم موجودة. حل الوسط اللي هو صار حل يعني مؤقت بس ضله حل ثابت هو انه بقاء المسجد، حتى المساحة اللي جنبه مش للمسجد، تم سرقتها من الدولة الإسرائيلية وحولوه لمصف للسيارات ومش مجاني، يعني كمان سرقة فوق سرقة. فما فيش غير الجامع نفسه ومسيج، وهذا هو، ما فيش عندهم اي اوقاف تانية بجانب الجامع نفسه. الاعتداءات طبعا دائما بتكون لما في أزمة بين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل واضح، يعني زي الانتفاضة الثانية سنة 2000 تم الاعتداء على الجامع من قبل عشرات من الإسرائيليين،
ولولا الحراسة يعني كان دخلوا يمكن كمان الجامع. العنف بيصير بهاي الأحداث وصار، وبعد الألفين صار كمان حدث طبعا. الشرطة متقاعسة لأنه معروف السبب، لأنه هذا مش ملك يهودي وآخر همهم. اللي بيحرض الشعب الإسرائيلي أو اليهودي على الاعتداء على المقدسات الإسلامية أو المسيحية هو عدم وجود ردع، فبتم المس بكرامة هاي المباني بدون أي تدخل من الشرطة، وبتدخل كتير بسيط، وفيش عقوبات كمان لتخريب أو لأي شيء. أما إذا كان الإشي معاكس كان من أول عمل بيتم القبض عليه والتحقيق والسجن وكل هاي الأمور، إجراءات القانونية. آخر فترة في حراسة للجامع، بس بكل فترة بنفع نشهد لتدهور الأوضاع والاعتداء على هيك مباني، لأنه مفصول عن مدينة يافا. يعني هو بالحقيقة هلأ صار زي جزيرة مفصولة عن مدينة يافا، فبصير في سهولة للاعتداء عليه للأسف. بشهر 5 شهدنا بالانتفاضة الأخيرة، هي كانت بكل المدن الفلسطينية، إن كان داخل الخط الأخضر أو خارج الخط الأخضر، صار في هجمة شرسة على المجتمع الفلسطيني بالداخل. والهجمة كانت مش بس من قبل الشرطة ولا من قبل الشعب، إنما كمان من قبل الإعلام الإسرائيلي اللي حرض يومياً بشكل مباشر أو غير مباشر على المجتمع الفلسطيني اللي انتفض ضد الظلم. فهذا الاشي كان كتير واضح، وإحنا اللي مسؤولين عن الإعلام تبعنا الفلسطيني، إحنا النشطاء الواعيين، كنا نواجه هذا الاشي بكل معنى الكلمة. وحتى أعضاء البرلمان ما كانوش معفيين من هذا النقد، كانوا تحت هجمة شرسة على المجتمع وعلى المندوبين تبعونه، فطبعا كان في هجمة.